يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا بشكل واضح على موضوع مهم، موضوع من موضوعات انا بسميها موضوعات الحكمة التربوية. في حكمة تربوية، الاباء والامهات لازم، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، لازم نعرف ان في حكمة في التربية. من اهم الحاجات اللي بيظهر فيها الحكمة في التربية ان انت تستخدم بعض الادوات التربوية اللي منها كلمة لا. وعشان كده دايما خليك وانت بتقول لا برر لاولادك، كتر الحوار مع اولادك، قدم لهم البدايل، انت بتتكلم معاهم كمان خليك قريب منهم، خليك كمان بتتفق مع زوجتك قبل ما تتخذوا القرار، خلي اولادك يحسوا دايما ان انت بتشاركهم، لان كل ما تشاركهم الحوار، كل ما تشاركهم البحث، كل ما تفكر ان لا تكون فتحت خير ليهم، كل ما كنت من اهل الحكم. يا رب اجعلنا على الدوام من أهل الحكمة، وجعلنا من أهل الفتح، وجعلنا من أهل البركة، وجعلنا من أهل النور، وجعلنا يا ربنا نعرف أنك معنا، ونعرف أنك تمدنا، ونعرف أنك مددنا. فيا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، ويا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي، فمدني يا رب العالمين، وأمد كل أب وأم، أمدهم يا ربنا بالحكمة ليتخذوا من المعاني ما يفتح على أولادهم أبواب النعيم الذي سميته لنا الحياة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا من أهل الحكمة في كل وقت وحين.